حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب، وهنبدأ طبعا نخزن الفاكهة لعصير رمضان. ومعايا النهاردة فيديو سهل خالص عن ازاي تخزني الفراولة والأناناس في وقت صغير خالص، وبطريقة سهلة خالص. زي ما انتم شايفين الفراولة اللي معايا جميلة، انا منقياها بالواحدة جامدة، مش مهرية، مش مستوية، لا انا بنقي الفراولة تلاقيها كده ماسكة نفسها عشان ما تبص معاكي في الفريزر. زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، انا بغسل الفراولة دي، بنقعها في المية 10 دقايق، وبعدين احطها في مصفى وافتح عليها الحنفية علشان اضمن ان ما فيهاش اي رمل ولا اي شوائب خالص. طبعا انتوا عارفين ان الفراولة بتبقى كلها رمل. همسك بقى معايا، اقطع، اشيل الجزء الاخضر اللي فوق دي، واقطع الفراولة حوالي 3 قطع او 2 تبع حجم الفراولة اللي معاكي، عشان انا بقطعها كده اما احطها في الاكياس ما تاخدش مكان في الفريزر. وهوريكم ازاي الطريقة دلوقتي وانا معاكم خطوة بخطوة في الفيديو. شايفين؟ تلاحظوا ان الفراولة كلها ماسكة نفسها، مش مستوية، مهيش حمضانة ولا حاجة. انا ما سرعتش الفيديو عشان تشوف كل خطوة بخطوة. الفراولة موسمها دلوقتي، كل سنة وانتم طيبين. وخزننا قبل كده البرتقال، وخزننا قبل كده الجوافة. قطعت الفراولة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وقطعت الاناناس برضو بالشكل ده، بقشره واشيل القلب منه واقطعه قطع كده صغيرة. شايفين الفراولة تقطعها ازاي؟ دي الاكياس اللي بتاعت المطبخ، بتعبي بقى في الكيس تبع الكمية اللي انت هتعمليها، هتعملي كتير هتعملي قليل، انت اللي بتحكمي بنفسك وتبع الكمية اللي انت هتعمليها. انا ببقى عارفة انا بعمل عصير قد ايه، فما عشان كده ما بمليش الكيس، بعمل على قد مرة واحدة بس، ما بطلعش اخرج منه جزء وارجع ارجعه تاني، لا بخرج الهواء من الكيس زي ما انتوا شايفين. واحاول افرده دلوقتي، عرفتوا ليه ان انا بقطعه رفيع؟ عشان ما ياخدش مكان. كده خلاص خلصنا الاناناس، طبعا انت بتعملي الكمية اللي انت عايزاه. الفراولة بقى انا بحط عليها سكر، تبقى جاهزة على طول، ده اختياري ليكي، ممكن تحط عليها سكر وممكن لا، وممكن تعمليها عصير برضو وتحطيها عصير جاهز، بس يعني انا بقول الطريقة دي عشان ما تاخدش مكان في الفريزر. طبعا انت ليك الحرية الاختيار، تعملي عصير وتحطيه في الاكياس يبقى طالع على طول جاهز، وممكن تعملي كده برضو ويبقى بالسكر بتاعه، تحطيه على طول وتعصريه ساعة الاداء يبقى جاهز معاك. طبعا لازم يقع مننا، فننضف حوالينا دايما دايما، الرخامة بتاعتنا بتبقى نظيفة. برضو زي ما قلتلكم بعمل بالكمية اللي على قد العصر، انزليها تطلعي الهواء منها خالص، افرديها كده وتقفلي الكيس. اهم حاجة تتأكدي ان مفيش فيه اي هواء. شايفين؟ او تفرديها، بنحطهم بقى في الفريزر كلهم فوق بعض كده، فما بياخدوش مكان كتير مننا. بقى معايا جاهز الفراولة والاناناس بالشكل. اسهل طريقة لتخزين الفراولة وتخزين الاناناس، تخزين اي نوع من الفاكهة. انا برضو عملت البرتقال بالطريقة دي والجوافة بالطريقة دي،
وبإذن الله هسيب لكم في صندوق الوصف البرتقال والجواب. ايه رأيكم؟ فيديو سهل خالص، ما بياخدش وقت. تبع بقى الكمية اللي انت هتعملها، انا كل ما بجيب فاكهة بحوش كيسين منهم بالطريقة دي، لكن طبعا لو انت عايزة تجيبي كمية فهتقعدي وتعمليها بقى براحتك. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايب قلبي الاشتراك في القناة وفعل الجرس واللايك. اللايك، وكل سنة وانتم طيبين.